أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تدخل مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية منذ قرابة 10 أشهر. الأمم المتحدة قالت إن القافلة تتضمن حملة تطعيم عاجلة 10,000 طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى. ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع بأنها مقلقة. منسي ومشتت حاله كحال قاطنيه. بعد أيام من التأخير والمماطلة سبقها أشهر من الإهمال والحصار، مخيم الركبان للاجئين السوريين يشهد وصول أول دفعة مساعدات إنسانية أممية منذ 10 أشهر. المخيم المتاخم للحدود السورية الأردنية يعيش كارثة إنسانية جمة، فقوات النظام السوري فرضت حصارا محكما عليه، مما أدى لشح في المواد الغذائية والأولية التي بدوره تسبب بوفاة أكثر من 12 شخصا من ضمنهم أطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية. كل طرف يلقي اللوم على الآخر. روسيا حملت الولايات المتحدة مسؤولية تأخر وصول المساعدات إلى مخيم ركبان، والناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قال بأن وضع منطقة التنف المتأزم تغذيه واشنطن بشكل متعمد، وذلك لكي تجند اللاجئين في المخيم وتضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تدعمهم على حد تعبيره. الولايات المتحدة من جهتها وعلى لسان ممثل قيادتها المركزية ذكر بأن روسيا رفضت إدخال قافلة المساعدات إلى مخيم الركبان رغم الضمانات الأمنية الأمريكية. الأردن أيضا رفض عبور المساعدات من قبل ونأى بنفسه عن حال المخيم المتفاقم. أكثر من 60,000 سوري يقبعون في مخيم الركبان، والخوف من المجاعة يحاصرهم من كل جهة، وتهم الإرهاب تضيق الخناق عليهم. لا خيارات كثيرة لدى قاتلي المخيم سوى انتظار فتات المساعدات وتفاهمات القوى الكبرى. المزيد ينضم إلينا من عمان عمار حمو الصحفي السوري. مرحبا بك عمار. بداية، هل تؤكد لنا وصول هذه القافلة من المساعدات إلى مخيم الركبان وأيضا حقيقة الوضع الإنساني هناك؟ أهلا بكم. في الحقيقة وصلت اليوم 70 شاحنة من المساعدات الأممية من دمشق، وصلت إلى منطقة 55 ودخلت إلى قاعدة تنف. الحقيقة أن المساعدات لم تدخل إلى المخيم إلى المدنيين حتى الآن، ومن المفترض بحسب مصادر داخل منطقة 55 فإن المساعدات ستوزع غدا صباحا على المدنيين في المخيم. سيتم توزيع المساعدات إلى شيوخ العشائر وإلى وجهاء من المخيم، كل يعطي حسب المنطقة. نعم، ولكن عندما يتم توزيعه على شيوخ العشائر هل هناك ضمانات بأنها ستصل إلى مستحقيها؟ بالضبط، الجيش المغاوير الثورة وقوى المعارضة في المنطقة تعهدت قبل أيام بأنها تجهز مستودعات وترتب وتسجل قوائم للمستفيدين من أجل توزيعها توزيعا عادل وفقا للقطاعات المتفق عليها سابقا. ولكن في الحقيقة المخاوف أن تكون المساعدات الإنسانية مفرغة من محتواها. نحن سمعنا أن المساعدات تحتوي على لقاحات للحصبة وغيرها، ولكن المخيم يعاني من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة. المدنيون ينتظرون من أكثر من شهر هذه القافلة، وأتوقع هذه القافلة ستنفذ خلال شهر واحد، فبالتالي فإن المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان هي حالة إسعافية ولكنها ليست حلا. طيب، آخر قافلة إغاثية دخلت إلى المخيم قبل 10 أشهر في يناير الماضي تقريبا. المنطقة محاصرة من قوات النظام. الجانب الأردني يقول أنه لا يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني المتردي. إذن من يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم لهؤلاء اللاجئين والنازحين في مخيم الركبان؟ من يتحمل مسؤولية موت عشرات الأطفال جوعا وعطشا ومرضا؟
اليوم يتحمل مسؤولية مخيم الركبان كل القوى في المنطقة، كل القوى الدولية والإقليمية. المشكلة قبل 10 أشهر دخلت مساعدات من الأردن، وكانت هي آخر مساعدات إنسانية. قبلها كان الحديث عن مساعدات إنسانية تصل من دمشق، ولكن نظام الأسد وروسيا ماطلوا ومن ثم ألغوا المساعدات، وكنا نتخوف في هذه المساعدات أن تكون مصيرها كمصير المساعدات السابقة، أن يتم المماطلة ومن ثم إلغاء القافلة. وفعلا كان هناك رد وصد من النظام، ويحاول يماطل وألغاها بسبب بتذرعه بأن هناك أسبابا أمنية. وبحسب مصادر من قوات المعارضة في مخيم الركبان ومنطقة 55 نفت نفيا قاطعا أن يكون هناك أي أسباب أمنية تمنع دخول المساعدات. الآن نحن أمام وضع إنساني صعب، أمام قافلة إنسانية عاجلة، ولكن نحن أمام مصير مجهول لهؤلاء المدنيين 60,000 كما ذكرنا. أشكرك جزيل الشكر عمار حمو، الصحفي السوري، كنت معنا من عمان. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.